بعد خطف ومقتل الناشط الصدري أيسر الخفاجي في بابل، حيث كشف شرطة النجف تفاصيل جديدة تتعلق بالانفجار الذي سمع في أحد أحياء المدينة مساء يوم أمس. مصدر في شرطة النجف أكد أن مجهولين استهدفوا مبنى يضم مكتب حركة أهل الحاقة في حي السلام من دون تسجيل أي إصابات في خسائر بشرية جراء الهجوم، لافتا إلى أن القوات الأمنية طوقت المنطقة وفتحت تحقيقا بالحادث، وأضافت أن الاستهداف قد يكون مرتبطا بالتوتر الأمني الذي تشهده محافظة بابل بين سرايا الصدر وأهل الحاقة.